المدينة كلها تغيرت يعني من حال إلى حال. يعني القوات الأمنية خلت المدينة تعيش بسلام وبأمان، والمواطن مرتاح، لا عنده خوف، لا عنده فتشي. الناس عايشة وعاد تشتغل والحمد لله، الشغل ماشي. يعني من دخلت القوات الأمنية وسيطرت هذه، احنا حيل ارتاحينا. يعني احنا بال 2018 فتحنا باب السوق 2018، يعني بعد كان الوضع كله يعني مهدوم، المحلات والهاي، احنا فتحنا وشوي شوي العالم قامت تجي. الحياة ترجع طبيعتها، الأسواق بدأت تنفتح، الكافيهات والمتنزهات بالليل بدأت تنفتح بالليل، العوائل بدأت تأخذ راحتها. يعني طبعاً رجعت الأسواق حالياً كلش 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 طبيعية، والناس بأمان كلش، واثقة من القوات الأمنية، واثقة من حماية القوات الأمنية، والسوق حالياً يرجع أحسن من قبل إن شاء الله. الأمن هو أهم شيء، الأمن قبل الأكل. أنت إذا ما عندك أمن ما تقدر تأكل، الأكل يجي بعد الأمن، الأمن نمبر 1.